انا طالب بكليه الهندسه، تمام، همم وعندنا بيبقى في مشاريع مطلوبه مني لو كده، ماشي. يعني زي نظام لوح نرسمها او معروف مفهوم السؤال اللي ايه. طيب مشروع التخرج وبعدين؟ ايوه مشروع التخرج مثلا، هو في لوح مطلوبه مني انا مثلا في الكليه او شغل على اللاب وكده، لو جه حد من اصحابي انا عمل الشغل ده لحد، يعني مثلا حد عمل حد بفلوس، هل يجوز ولا غش؟